سنتحول الآن لعند بديع. بديع، يمكن محمد كان بس عم بيواكب الوجوه المتحمسة المتجهة إلى المباراة، أنت عايشت كل الحالات، كل المشاعر مع الجمهور قبل دخولهم إلى المباراة، والحماس والفرح اللي هن فيه والأمل، وبعد المباريات فرحة الانتصار وخيبة الأمل. يومكم سعيد مشعل وريا، تحية لمحمد، لكل مشاهدينا ولفريق عمل دبي والمونديال وكل من يتابع دبي ودبي الرياضية. ونحن نصل إلى خط النهاية في هذه التغطية التي حاولنا أن نكون فيها على مستوى مسؤولية متابعي ومشاهدي وانتظارات متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. بالفعل كنا هنا متواجدين، دبي كانت حاضرة لتغطية الفعاليات، لتغطية الحضور الجماهيري الذي قدم من كل مكان. ومثل ما ذكر من لحظات محمد الدور الكبير الذي لعبته دبي، ونحن التقينا هنا بالعشرات والمئات والألاف من المشجعين القادمين من مختلف مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة يوميا إلى هنا لمواكبة هذه الفعاليات. بالفعل كانت تجربة استثنائية، عشنا فيها أفراحا وبعض الأحزان أيضا لجماهيرنا العربية والجماهير الأخرى العالمية التي كانت حاضرة من خلال مواكبة كل الأحداث المرافقة لكأس العالم. كنا متواجدين بشكل كبير هنا في سوق واقف، أحد أبرز الأماكن التي يتجمع فيها الجمهور، لكن كنا حاضرين أيضا خارج ملاعب عدة مثل لوسيل، الثمامة، استاد الجنوب والمدينة التعليمية وغيرها من الملاعب التي شهدت مباريات هذه البطولة الاستثنائية صراحة، ليس فقط تنظيمياً وإنما حتى كرويا من خلال تألق لافت لمنتخباتنا العربية. لا ننسى أن هذه البطولة شهدت أكثر من فوز على بطل سابق للعالم، فوز السعودية على الأرجنتين، تونس على فرنسا، المغرب على إسبانيا، ومشوارها المميز في هذه البطولة والذي جعلنا نحلم بتتويج عالمي. ربما لم يحدث هذا في هذه البطولة، قد يحدث هذا مستقبلا، ونتمنى أن يتكرر هذا في أرض عربية، لما لا في الإمارات، في السعودية، في المغرب، أو في غيرها من دولنا العربية التي بإمكانها وهي قادرة على تنظيم أحداث عالمية، وأثبتت ذلك من خلال أحداث سابقة نظمتها في مختلف ربوع دولنا العربية. نأمل أن نكون وصلنا صوت الجمهور العربي خاصة، ونقلنا الصورة كما هي من هنا من الدوحة وصولا ومرورا بدبي وصولا إلى مختلف العواصم العربية. صراحة ما قصرت بديع طوال هذه الفترة، أيضا محمد السعدي، يعني يعطيكم العافية، أيضا زملائنا اللي كانوا متواجدين في أكثر مكان راح نوجه لهم الشكر، لكن بما أنكم ظاهرين معنا في الصورة كان العمل متعب، خصوصا أنك لما تشتغل لايف وتتابع جمهور وتنقلاته وتحركاته. لذلك في نصف دقيقة كل واحد منكم إذا حاب يقول شيء في الختام، وإحنا بدورنا نشكركم على جهودكم. محمد وبديع، تفضل محمد. اولا الشكر لطاقم العمل، بدايه من اداره قناه دبي وايضا اداره قناه دبي الاولى، ايضا لك زميل عز مشعل المتابع على كل صغيره وكبيره، عذرا الزميله ريا، المخرج الاستاذ احمد امام، الجميع الامانه تواصل مع معانا من استاذ احمد يزبك، استاذ امال كل صباح، من الموسيقار والمونتير الجميل علاء، ايضا المصورين اللي رافقوني في هذه المهمه يشكرون الاخ جمال الراشدي، ايضا استاذ سامح مصور، سامح جاويد، فعلا العمل كان متكامل زميل عز مشعل. فقط عندي كلمه اخيره، أنا وضعت في هذا المطار ولي الفخر في يعني وضعي في هذا المطار وأيضا إعطائي هذه الثقة الكبيرة واللي تعلمت منها كثير من الأمور الإيجابية، ولكن أنا كنت مسافر وغير مسافر، يعني دائما الكل يسألني أنت موجود في المطار وتشاهد الناس تسافر أنت ما سافرت، فالسؤال مطروح اللي دائما أطرحه أنا متى بسافر. فللأمانة الشكر موصول لإدارة الجوازات وإدارة الجمارك، إدارة أمن المطار، إدارة العمليات في المطار، الكل الأمانة نرفع لهم القبعة، أولا لإيصال الصورة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكيف تتعامل هذه الدولة العظيمة إنسانيا قبل أن تتعامل بالنظام. فعلا إمارة دبي اللي حاضرة في كل المحافل العالمية كيف تعاملت مع آلاف الجماهير،
وايضا الشكر لكم موصول زميل عز مشعل، زميل عزيز زاريه، وكل طاقم العمل اللي يعمل على هذا البرنامج. اتمنى ان قدمنا تقارير تنال على ارضاء الجميع، ولكل العذر، واستبيحكم عذر اذا كان في اي خطا او قصفت. مثل ما يقولون يعني تاخرنا عن بعض الامور، ولكن نقول العذر للجميع ان شاء الله يا رب. شكرا لك محمد، فعلا العمل معك كان مميز وممتع. رح نبعتك على قطر، وبدنا بديع يجي على دبي يعمل هيك شهر سياحه بعد التعب يلي تعبه. لابد من زياره دبي، خاصه مع كل ما شاهدناه على مدار الحلقات الماضية في برنامج دبي والمونديال. الأجواء المونديالية صراحة، أنا هنا في الدوحة، لكن من خلال ما مرر على دبي والمونديال، فإنه من تابع ومن اختار وجهة دبي لمتابعة المونديال فمؤكد أنه لم تغب عنه هذه الأجواء المونديالية. أريد أن أشكر الكل في مؤسسة دبي للإعلام، ممثلة في قناتي دبي ودبي الرياضية، خص بالذكر السيد عبد الرحمن والأخ مشعل كذلك، على الفرصة التي أتيحت لي لتغطية كأس العالم من زاوية أخرى. غطيت سابقا كؤوس العالم من الاستوديوهات ومن خلال تقديم البرامج والاستوديوهات الرياضية، لكن هذه المرة من خلال هذا التلاحم مع الجماهير تجربة استثنائية، وصراحة كان لابد منها في هذا المونديال الاستثنائي الذي ينظم لأول مرة في المنطقة العربية. أشكر الكل من أصغر موظف إلى أكبرهم، كل الزملاء في الإخراج، في الإعداد، في التنفيذ، أحمد أمان لا أنسى، وأخص بالذكر هنا أشرف، من يعني ضحى كثيرا في هذه الفترة التي امتدت لشهر كامل من خلال تغطية يومية، سواء كان من خلال البث المباشر وهذه اللقاءات المباشرة معكم معكما ريا ومشعل، أو من خلال الفقرة التسجيلية بعد نهاية المباريات كل ليلة. هي تجربة أضافت لي الكثير في مسيرتي. أتمنى أن نلتقي مجددا ريا ومشعل ربما في فضاء يكون مميز في أحداث كبرى لما لا تنظمها دولة الإمارات، وتحديدا إمارة دبي. سأكون مشتاق لكم جميعا، لكل من عمل أشكركم مرة أخرى، وأتمنى للكل التوفيق في قادم الاستحقاقات الرياضية وغيرها. شكرا لك بديع، ونحن بانتظارك، ومني أنا تحية خاصة للمصور يلي كان عم بيرافقك، واللي بوحدة من الحلقات تعرض لحادث صحي بسبب التعب يلي كان قد حل عليه. شكرا بديع بن جمعة، وشكرا محمد السعدي.